هذا علي، هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. ذا قول طه في علي مسند، جاءت به صواعق لابن حجر، والفضل ما جاءت به أعداؤه، لولا سواد الليل ما فضل القمر. ذا حيدر وإن أردت كنهه، تغنيك عن تعريفه آي السوار. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. في هل أتى وهل أتت في غيره، وعم عنه يسألون ما الخبر. أبو تراب كيف يحصى فضله، وعلة التكوين فيه تختصر. وأي فضل كان فضلا أصله، لو لم يكن لحيدر فيه أثار. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. أحصي نجوم الكون تحصي فضله، وسائل النجوم عن ذاك السحار، حيث علي في فراش المصطفى يواجه الموت إذا الموت حضار. ويفتدي المختار غير آبه بما يحيط حوله من الخطر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. وزمرة البغي تريد غيلتان،
قتل النبي المصطفى خير البشر، وما دعت أن على سريره ليث يهد عزمها إذا زار. جاءوا إليه بل إلى الموت أتوا، كما تساق الناس للموت زمار. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. جاءوا لمن يفدي ويشري نفسه، يبغي رضا الله إذا الله حشر. وكشفوا عن وجهه وما رأى إلا شعاع الشمس يخطف البصر. فأفزعوا صوب النجاة سرعاً، كأن ليثا قد تلاهم في الأثار في الأثار. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 علي. فر وصوت الخزي يعلو بينهم، هذا علي يا ملا أين المفار. هذا علي ما رأت عين البشر، له نظير في الورى طول الدهر. وبالغدير قد بدا إشراقه، وبالغدير فلنهني المنتظر، وبالغدير فلنهني المنتظر، وبالغدير فلنهني المنتظر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. هذا علي في الورى خير البشر، من شك فيه أو جفاه قد كفر. علي 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 للشاعر الأديب هيثم سعود الكربلائي.